مسؤوليات، يجب أن تكون رجلا مو شخص عبثي تتعرف لك على واحدة والله في العمل وتنام لك معها ساعة ساعتين ولا يوم يومين ولا بالكثير شهر شهرين وسحبت عليها. لا، الإسلام يعلمك أن تكون رجلا مسؤولا عن قراراتك. إن قررت أن تدخل امرأة ما في حياتك فأنت مسؤول عنها أمام الله وأمام المجتمع، مسؤول عن نفقتها، مسؤول عن أمانها، مسؤول عن استقامتها. ففعليا الأثر الاجتماعي، الأثر الأخلاقي، الأثر الصحي على الفرد والمجتمع من التعدد لا تعد ولا تحصى. علشان كذا أنا أرجع وأقول هي أغلب الكفرة إما أنه عنده شيء من العلم، وربما أنه يكون في داخله هو عارف أنه في شيء من المنطقية، ومنهم اللي يعني باحث وسائل وفي أشياء بس بسيطة كذا مستغربها ممكن يسأل، وهذا بيتضح مع الحوار. ومنهم المتعنت اللي هو لا يبغى يسمع ولا يبغى يبحث ولا يبغى يقرأ. كلتا النوعين إحنا كمسلمين ترى مش مضطرين، فعليا مش مضطرين نشرح لك هذا ديننا عجبك. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبرر يا جماعة، حينما يدعو عليه الصلاة والسلام للإسلام وتأتيه يعني حتى الرسائل اللي كان يرسلها عليه الصلاة والسلام، لما كان يرسل رسائله عليه الصلاة والسلام للملوك وللعشائر ما كان يقنعهم ويقول لهم تعالوا أشرح لكم ليش عندنا حد الزنا وليش عندنا حد الردة وليش عندنا تعدد وليش الله سبحانه وتعالى أنزل كذا ولماذا. ما كان يشرح لهم. هو الدين الإسلامي عندنا الإله واحد تعبده وحده لا شريك له، وتؤمن وتصدق أني نبي الله، وانتهينا على كذا وقفنا. عندك فروض، عندك هذا حرام وعندك هذا حلال، وقفل على كذا. أقعد والله أقنعك، عساك ما اقتنعت يا أخوي، روح والله العظيم ما هو بناقص، ما راح يقصر الدين الإسلامي. الدين الإسلامي لازم الكفر يستوعب نقطة مهمة. لكن يا أختي ياسمين مقطع عليك، أنت في السعودية لاغين حاجة اسمها، خليها تتكلم يا سامسك شوية بس. أيوة الله يعطيك العافية، شكرا حبيبتي حفصة. فالفكرة اللي كنت بقولها، اللهم صل على سيدنا محمد، مسألة إن أيوة الدين الكفرة لازم يحطوا في بالهم نقطة مهمة. شوف الدين الإسلامي باقي حتى قيام الساعة، مهما حاولت إنك يعني بظنك أنت وعقلك القاصر وحدود معرفتك وحدود عقلك يوهملك، يعني هو الوهم اللي في راسك أنك رح تضعف الإسلام، رح ينتهي الإسلام، رح يقل الإسلام، هذا الشيء مو صحيح. في ناس قالوا حتى مرة من المرات قالك إنه التطبيع مع الكفرة والملاحدة هذا وارد، لا لا غير صحيح، بالعكس، بل هو لأن نحن لا يمكن أن نؤمن بذلك، لأن هذا الكلام يتضارب مع الأحاديث النبوية والآيات والتفاسير، بل إنها من يعني أشراط الساعة الكبرى وبداية الملاحم الكبرى أتت بدايتها من أن رجلا يقوم فيقول غلب الصليب، فيقوم المسلم فيدقه يقول لا والله بل غلب الله ورسوله. فهذا دليل أن لا يمكن للإسلام أن يخنع ولا يمكن للإسلام أن يخضع. الإسلام باقي حتى قيام الساعة. لحظة يا أستاذ علي، بس آخر كلمة، هي آخر بس ثانية ثواني على الإسلام، بس بنعطي لك كلمة أن الرسول قال فيما معناه أن الإسلام بدأ غريب وسينتهي غريب، ولكنه باقي، ولكنه بدأ غريبا وسيعود غريبا لا ينتهي، بل هو باقي حتى قيام الساعة. والإشارات في ذلك تطول، حتى مسألة المسيح الدجال، يأتي المسيح الدجال ثم يأتيه الشاب عند مكة، يأتيه الشاب فيقسمه نصفين ويمر من بينه، بعدين يقوم مرة ثانية يقول والله ما ازددت بك إلا كذبا وما ازددت إلا إيمانا بقول الله وقول رسوله إلا أنك أنت. لكن تقريبا هذا ليش أوجعكم الألم يا حفصة؟ فرق بين السعودية وليبيا، أوجعهم الألم، أما مذهبة إيش دخل الإسلام؟ الإسلام واحد، الإسلام واحد في ليبيا ولا في السعودية ولا في تونس ولا في الجزائر، خلاها تكمل، هو الدين واحد والإسلام واحد. لما قلت لك مؤلم، أنا أعي تماما أن كلامي مؤلم، أنا أعي، لا لا أصبر أصبر، جميل حاول مية مية، خلي ياخذ بنادول، يا ريته ياخذ بنادول، خذ بنادول، خذ مسكنات. أنا عارفة أنه الألم موجع، وأنا عارفة أنه أنت ما تقدر تتمالك، أكثركم ما يقدرون يتمالكون، يعني فعليا كالشياطين. الشخص اللي ملبوس لما يسمع آيات الله سبحانه وتعالى ينفر، فأنتم تنفرون من هذا الكلام، لكن هذه الحقيقة اللي لازم تستوعبها. لذلك كل شخص ملحد، كل شخص ملحد، بالله يا سكتوا، خلوها تكمل، نزلوا ولا طلعوا هذا يا عبد الحكيم، الله يهديك، خلها يا أخي خيرك.
كلامها أيوة. طيب يا راجل، كلامها طيب، خلاها يا راجل. ما هو طيب عندك أخي الكريم، لكن عنده هو ليس بطيب. المهم فالله يطول عمرك. ففعليا يا جماعة الإسلام باقي. أنا أرى أيها الكافر أن أنت كفرت بدين الإسلام، لا بأس في ذلك، اذهب ومارس كفرك مع نفسك، عيش حياتك، أنت لا إله لك ولا جنة أمامك ولا نارا أمامك حسب اعتقادك، فلا بأس بذلك، اذهب ومارس هذه الطقوس براحتك، عيش حياتك، تقلق نفسك وتزعج حياتك حول الدين الإسلامي تحديدا. هذا إن دل على حقيقة الدين الإسلامي واستمراريته رغم كل الحروب التي قامت على مر التاريخ. الإسلام باقي، سنة محمد عليه الصلاة والسلام باقية ولن تندثر ولن تنتهي بأي شكل من الأشكال. والله العظيم لو لم نقف نحن الآن المستمعين والناس والمسلمين، إن لم نقف دفاعا عن ديننا وعن إلهنا وعن رسولنا وعن قرآننا، والله العظيم أننا لا نسوي عند الله جناح بعوض، والله إن ينهينا كلنا رب العالمين ويأتي بخلق آخرين يقيم أسماءه وصفاته عليهم. فلذلك يريت فعلا تبتعد عن هذا، أنه مسألة اللي كل يوم الثاني إحنا شايفين أنه نروم التعدد والحجاب والضرب والميراث عيش حياتك، عيش حياتك، خلاص الإسلام هو هو. عجبك هذه القيم الموجودة في الإسلام، هذه هي عجبك كان بها، ما عجبك الله يستر عليك، روح يلا مع السلامة ودع ديننا لنا، ديننا إحنا مقتنعين فيه. أنا أتحدث بلسان كل مسلمة واعية معنى الإسلام، أقولك إحنا متقبلين ديننا بما هو، والتعدد كما شرعه الله سبحانه وتعالى. وأعتذر جدا جدا يا جماعة على الإطالة، وشكرا للمدرات أعطيتوني هذه المساحة. شكرا.